بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما بوسعدة. ضيف حلقة اليوم هو السيد أحمد العيهار، أستاذ فلسفة متقاعد. لك الكلمة سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وبعد. في الحقيقة أشعر بال ماذا أقول؟ لا أجد الكلمات التي أعبر بها عن أن يعرف نفسه بين أو على قائمة ملايير البشر الذين مروا على هذه الأرض وتركوا بصمات، منهم من لم يذكره التاريخ مرة وكأنه لا شيء، ومنهم من ترك بصمات خالدة في هذه في سجل البشرية، سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان متدينا أو ملحدا. الحقيقة أن الإنسان بحكم ما ميزه الله تعالى سبحانه وتعالى كونه خليفة الله في الأرض، وإن كان في اختلاف الروايات بين خليفة هم هل هو الذي ينوب أو يقوم بمهام من يخلفه، أو هو من ولو شئنا لجعلنا في الأرض ملائكة يخلفون أي يتكاثرون ويتخلفون. تتكلم منطقنا الفلسفي والفكري على أن الإنسان له رسالة، الإنسان هو الكائن الوحيد مع الجن الذي له رسالة ورسالته متميزة، ولذلك مولده ونشأته وحياته كذا قد تكون كباقي الكائنات الأخرى، سواء الكائنات الحية أو الجامدة أو غيرها من النباتات أو الحيوانات، ولكن الإنسان متميز. ولذلك رأيت لا أولي اهتمام لهذا الجانب التعريفي بشخص الإنسان أكثر مما أولي اهتمام لتعريف رسالته في الحياة، وهذا هو الفرق بين الإنسان وبين باقي الكائنات الأخرى. فنحن لا نبحث عن موقع لوضع اسم معين أو علم من كاليفيكاتيف في صفة معينة، ولكن عن الوظيفة التي من أجلها وجدنا. طبعا كباقي الجزائريين والجزائريات الذين تعلموا في المدارس الوطنية، المدرسة الجزائرية الابتدائية الأولى في كانت في الستينات، في بداية الستينات، أذكر أنها في 62 تقريبا، في مدرسة الحضبة كما يسمى قديم البلاطو، بلاطو دو لا ديسيبلين، وكان حيا مشهورا قديما أنه يسكنه المعمرون فقط. هناك مدرسة متميزة، أساتذتهم أو من كان يشغل المناصب فيها أذكر جيدا المدير الأول نسيت اسمه، ثم المدير الثاني محمد قيرش يسمى محمد بن جدو، وأذكر معلمة فرنسية كانت متزوجة بجزائري يسمى مدام طامري، وأستاذ ما زال يعيش الآن ربي يحفظه إن شاء الله طول في عمره، أستاذ قاضي محفوظ وهو من نواحي عين بسان وما زال يعيش في مسعدة محفوظ، والأستاذ مصطفى بن روان كذلك وهو ما زال يعيش، والأستاذ محمد ناصر والأستاذ حمزة بايور وبسكر وغيرهم من الأساتذة والأستاذات الذين كانوا مزيج بين العرب وغيرهم من الفرنسيين المتعاونين بعد الاستقلال كوبيرون تكنيك. ثم بعد مرحلة ابتدائي طبعا مرت إلى مرحلة المتوسط، أذكر جيدا المدير الذي كان يهوديا فرنسي أصل يهودي وأستاذ الرياضيات مسيو زاد في متوسط سيدي ثامر، وكانت قديمة مدرسة لليهود ثم أصبحت متوسطة مختلطة وهي أول متوسطة للمساعدة، بعدها انتقلنا إلى المتوسطة الجديدة والتي أصبحت فيما بعد ثانوية مؤقتا بسلام سنتين وهي متوسط نصر الدين ديني، كان هذا في 68 أظن 67 69 حتى 70، دخلنا أول دفعة لأول ثانوية فتحت بسعادة وهي ثانوية زين بن ناد سنة 74، وبعدها بسنة خرجت من الثانوية واخترت مسار مهني في قناعة وحب وكذا وهو الرياضة البدنية، تكون في معهد تكوين أساتذة التربية البدنية الإسرائيلي، معهد الجهوي للتربية البدنية بعنابة، تخرجت بعدها أستاذ مساعد التربية البدنية، مارست
متربص في عنابة ثم في ثاني وزير الدمام، وفي نفس الوقت كنت قد تحصلت على البكالوريا مبكرا في السنة الثانية ثانوي، كنت مسابقة في معهد الرياضة وفي نفس البكالوريا تحصلت على الاثنين. إذن فتخرجت فيما بعد وحاولت مزاولة الدراسة في الرياضة المدنية مع طبعاً الممارسة 77 في زير منها، ثم التحق بالمعهد الأول أنشئ آنذاك المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الرياضة الـ ESAS في بن عجلون، واخترنا وش من عام؟ في 78 72 ما تذكر بعض من كانوا معك يعني منا من المسيرة؟ كان عناصر الفريق الوطني النخبة كما يسمون الرياضة النخبة والمتحصلين على البكالوريا، وطبعا في أول تجربة كانت مع مدير المعهد كان الدكتور رشيد مخالفة وهو كان حبيب الفريق الوطني لكرة القدم. طبعا أذكروا جيدا من كان معي منهم أيف عمار، منهم موسى سمينه بتي موسى بطل الجزائر في الجيدو، عكاشة فيبو فريق الوطني برتريات، أنا عبد الله الهاشمي اللي كنت دير تخصص كرتي، اللي كنت مع أعضاء الفريق الوطني تقريبا اللي قلنا كنا ننشئ الخلية الأولى، وكان المشرف علينا الدكتور ميلر ألماني والدكتور شنيبل ألماني، وكان كذلك الأستاذ زمير كان يعني المراقب العام جمال الدين بغدادي، وكان كذلك عمار برهميها كان أول سنة أو معنا في مدرب قبل ما يكون مدرب. يعني كان معنا عبد الرحمن المرسي حينما كان بطل، كانت مجموعة في أبطال فقط تقريبا الذين اختيروا لفتح المعهد في البداية، ثم طبعا مع إدماجهم مع عناصر من الأساتذة المساعدين أو الأساتذة في السكة التربية البدنية يكون تجربة ناجحة، ولكن تشل التجربة طبعا وخرجت منها بعد سنة أو سنتين والتحقت بالجامعة الجزائر فلسفة، وكان طبعا عندنا ذكرى جميلة. قبل لماذا اخترت الفلسفة؟ ما كنت الرياضي الوحيد اللي اختار الفلسفة، أن المثل أستاذ سلامة كان رياضي وبعد اختار الفلسفة، تعرف الشيء أستاذ سلامة المصري الفلسطيني الفلسطيني إذن السؤال لماذا أنت كنت رياضي اخترت الفلسفة؟ طبعا كما قلت لك في البداية أنا أؤمن بأن الإنسان رسالي صاحب رسالة، وبالتالي لا يمكنه أن يبقى على الهامش في هذه الحياة، يعني يصنف في الأحجار الكريمة أو في الأحجار أو الكائنات الحيوانات النادرة أو كذا، لا الإنسان صاحب رسالة ليس جمادا وليس نباتا، بالتالي أقول لك بالضبط لما اخترت الله، لأنني في ممارسة الرياضة البدنية وجدت أن أحسن وأفضل وأنجع وسيلة للوصول إلى التلميذ إلى النشأ إلى التربية الفضاء الذي يجد فيه التلميذ نفسه حرا من كل القيود، الرياضيات سين جيم سين مربع صاد جذر محدودة، التاريخ محدود، العلوم محدودة، لكن فضاء الرياضة فضاء حر يجد التلميذ فيه حريته ويعبر عن كفاءته وقدراته، ويبوح لأستاذ الرياضة بأسرار لا يمكن أن يكلم بها أي شخص آخر حتى والديه. إذا كانت وظيفتي تربوية بدرجة أولى، ويرجع الفضل في ذلك إلى أساتذة في التربية البدنية منهم مسيو غوربون مسيو بيرون وشاربان، وهؤلاء فرنسيين كانوا يشرفون على تدريبنا في، وكان أحسن واحد تأثرت به كثيرا كان الدكتور نبيل وهو دكتور سوري، كان يدرس علم النفس التربوي وعلم النفس الفيزيولوجي في معهد الرياضة، طبعا خاصة تربية علوم التربية، طبعا استفدت منه وعلمت ودرست ما لم أكن أعرفه حتى في الجامعة في تخصص فلسفة، يعني أخذت منه الكثير خاصة أن الوقت متاح وفرصة يعني لا تعوض، لهذا اخترت الفلسفة. لماذا؟ لأنها المجال الرحب الذي يعبر عن الحرية عن الفضاء الحر للإنسان، بالتالي يمكن أن يوصل رسالة التربوية إلى الجيل من خلال فضاء حر، ولهذا أنا أقدر
وأثمن جهود لو يعني يعرفون قيمة هذه المادة الرياضة البدنية والفلسفة بالنسبة للتربية. للأسف الشديد نولي اهتمام كبير لمواد أخرى رغم أنها مواد دقيقة وعلمية وكذا. وفي صباحة اليوم تساءلت مع الشيخ عيسى وعن السيد الفضل حينما تكلموا عن عزوف الناس عن الفلسفة. هذا السؤال طرح عن أستاذ حينما تخرجنا من الجامعة في 82 صحيح 82 مع أستاذ التربية على النفس. طرح أحد أسئلة انشغال قال يا شيخ سنخرج السنة هذه ونواجه الطلبة وسيسألني التلميذ إذا كان لكل مادة قيمة في الحياة الهندسة الصيدلة لكلها عملية حتى الإسكافي حتى الخياط ما هو وظيفة عملية ما قيمة الفلسفة؟ نظر إليه الدكتور أنا ذاك الدكتور بناسي وطبعا استغرب قال له أنا لا أجيبك بإجابة هكذا يعني مباشرة قال قيمة الفلسفة هكذا ولكن أسألك الآن ما وضع الحال العالم العالم في ثمانينات الناس؟ قال العالم يتجاذبه قطبين الشرقي والغربي. قال من يسيطر يعني ما هي إيديولوجية الشرق والغرب؟ قال الاشتراكية والرأسمالية. قال ما هي من هو يعني صاحب فكرة الاشتراكية والرأسمالية؟ قال أدم سميث وكارل ماركس. قال هل في القطبين الشرقي والغربي علماء فيزياء ورياضيات وهندسة وصيدلة؟ قال نعم. قال نعم. قال لمن يخضع هؤلاء بما يدينون؟ قال يدين بالإيديولوجية الاشتراكية والمارسية أو بالإيديولوجية الرأسمالية. قال تسألني عن قيمة الفلسفة ألا ترى أن رجل مثل ماركس يجر ملايير البشر نحو مصير المجهول حتى أن في ماركس مجال يعني محل جدال ومحل نقاش وعن فكره له ما يبرره أما له ما هو له وعليه ما عليه. المهم أن آدم سميث أو كارل ماركس يجر نصف البشرية بأفكاره وأنت تسألني عن قيمة الفلسفة. الفلسفة يا رجل يا أستاذ المستقبل هي صناعة الأفكار وصناعة الرجال والمواقف من الأفكار. ألا ترى أن الفلسفة الآن هي أهم مادة في ضمن هذا الصراع الإيديولوجي بين الشرق والغرب؟ أحرى بنا أن نتعلم الفلسفة. يعني كان هذا الكلام من الأستاذ بلسم شافي. ولهذا يعني كان بودي اليوم أن أقول هذا الكلام في حضرة المؤتمرين في الملتقى اليوم في بشبيرة ولكن فضلت عدم تدخل حتى إن شاء الله نزيد هذا المقطع للفيديو نتاعك ويسمعوه إن شاء الله إن شاء الله. يعني كان في ملاحظات حقيقة صباح اليوم طبعا ممكن نعود بين قوسين إلى المسار النهائي بعد ما انتهى القوس يعني ساءني أن أرى نقاشا في بعض الأحيان يكون عقيمة خاصة حينما تغلب الآلية عن الفكر فيصبح التفكير آلي. الأستاذ الشيخ الفاضل عيسى زبيشي يقدم إشكالات وأطروحات ومتاعب الأستاذ ومشاكله التي يعاني منها الصعوبات كما عنوناها ويبحث عن حلول والجماعة تريد أن تجد حلولاً آلية خطوات منهجية يعني فراغات ملء الفراغات إملاء الفجوات أكمل الجملة التالية هذا أسلوب سبون فيدي نقول يعني فراغ في الفراغ. كانوا يتساءلون عن قيمة النص الفلسفي وكذا كان بالإمكان الرجوع إلى الوثائق مع مركز التعليم المعمم عن بعد قديماً خاصة في مرحلة 70 إلى 80 كان هناك طريقة فرنسية مشهورة وهي الفيلوسوفي بالتكست يعني مدخل الدرس عن طريق نص وما أكثر النصوص. يعني تفاجأت حينما يعني لا ينتبه الأستاذ إلى أن النص الذي هو وضعية مشكلة يمكن أن يكون نص فلسفي ومنه يعني عصفورين بحجر واحد نقدم نص ونقدم درس يعني من خلال النص ندخل إلى الله ونختار النصوص التي تكون فيها آراء وأطروحات كثيرة مثلا إحساس الإدراك فيها نصوص الشعور للشعور في النصوص مثلا نقد نظرية الصورة عند كولوم نظرية فرضية الشعور عند فرويد يعني من يؤمن بومكي وكذا يعني من يؤيد ومن يعارض ممكن نجد هذه النصوص موجودة. وبالمناسبة عندي مكتبة في النصوص ممكن فيها الإخوة في نبع. الأمر الآخر يتساءلون عن الأقوال والأمثلة وهذه نقطة أصبحت تجارية
وجد بعض الأساتذة هرعوا إلى مجمع بعض الأقوال في الأقوال الفلاسفة وكتبوها في الكتيبات ويبيعونها تجارية. أنا لا أرى أهميتها. لماذا؟ لو يسأل التلميذ نفسه هل عنده كتاب مدرسي أم لا؟ طبعا كتاب مدرسي موجود، كم فيه من نص؟ إذن كل نص هو قول لفيلسوف على آخر قليل، ما بالك إذا تضمن النص تعقيب وشرح كما هو على الهوامش في الكتاب المدرسي. يجد آلاف الأقوال، وأنا أجد تلميذ الأساتذة يهرعون ويبحثون عن الأقوال الفلاسفة. هذا ليس نادرا وليس مفقودا، بل هو موجود. إذن تحفيظ التلميذ الأقوال هذا ليس هو الحل فيه. هذه بعض الملاحظات فقط. يمكن أن أضيف بعد ما نقلت هذا، طبعا مارست، متى بدأت مارس الفلسفة؟ مارستها بالمناسبة، يعني ملاحظة لها قيمتها. تصور أني تخرجت من السنة الثانية ثانوي علمي، و طبعا خصت غمار البكالوريا أدبي حر، معنى ذلك أنني لم أتعلم الفلسفة ولا يوم، يعني لم أدرس الفلسفة عند أي أبدا أبدا. وبالجهد الشخصي والبحث طبعا تحصلت على البكالوريا أدبي 77 ومن ذلك الوقت طبعا بعد الغمار الرياضة وكذا عدت إلى الفلسفة وتخرجت على يد أساتذة الأفاضل، منهم عمار طالبي، عبد المجيد المزيان رحمه الله، قريب عن نبهاني، وهذا هو المرجع الحقيقي في الفلسفة الجزائر الأصل، ولكن لست أدري لماذا يغير هذا الشهر رجم العملاق العبقري الذي حاز نشاه الدكتوراه في 1945 من سوربون، وليسونس في العلوم الفيزيائية في 1956 في بومبيلمان، هذا الذي حاز الشهادات الجائزة الكبرى للمثقفين الفرنسيين البريمي بري دي زانستيوت فرونسي في 69 أظن هو أو 68. يعني هذا الرجل العبقري قريب عن نبهاني، يعني والله هدر حقه الثقافي في هذا المجتمع. أمثال كذلك قلت أبو عمر الشيخ، عبد الرزاق بسوم، جنيد، أسد الأولين كانوا في خروبة الجامعة المركزية وخروبة، يعني في 79 80 هذا الأسد نتاعنا استفدنا منهم والحمد لله. وحتى الشباب اللي كانوا لك شباب يعني زيكي وكذا، يعني كان فعلا يعني فيه ابن بريكة وغيرهم من المعيدين، يعني استفدنا منهم. و بعض الأساتذة الزملاء، أذكر من الزملاء الذين كانوا معنا في الفلسفة، عبد الحكيم بلاليطة المفتش والآن أستاذ جامعي مفتش الفلسفة، أذكر إجازي عبد الوهاب متقاعد في جيجل في طاهر في جيجل، أذكر من جامعة طاهر من القل، أذكر عبد الله محفوظ من الحروش، أذكر مجموعة كثيرة، وإن كان البعض غير مساره المهني من الفلسفة إلى قطاعات أخرى مختلفة. قلت أصبحت أستاذ فلسفة متى؟ 1984. لماذا؟ لأنني في 83 عينت أستاذ فلسفة مكلف بالإدارة. 83 في بنشابيرة، وكنت أستاذ، يعني كنت أشرف على فتح ثانوية بنشابيرة، ولم يكن هناك إطارات آنذاك، كلفت بفتح هذه الثانوية، وأنتم تلاحظون الأشجار المحيطة بثانوية لعلكم. لو تسألون ما هي، هل هي حملة تطوع؟ لا، سأجيبك عن سر هذه الأشجار. كنت مراقبا عام، كانت عقوبة التلميذ رخصة الدخول لا تمنح للتلميذ إلا بعد أن يرى الشجرة. أي تلميذ يقع في مخالفة يخرجه أستاذ يأتي متخلفا، طبعا أوجهه إلى ماذا؟ ترك أثر بصمة في تاريخ هذه الثانوية، شجرة فلان، وكل تلميذ بشجرته. حتى أن وزير خروبي حينما زارنا غرس نخلة سميناها نخلة وزير خروبي، وزير التربية آنذاك، هذا كان في 84. وطبعا كانت الثانوية ورشة، كانت ورشة بفضل الجهود أصبحت ثانوية، كنا نقدم طعام لطلبة الداخلية، كان داخلية للبنات، طبعا تجمع كل بنات يعني كل سنة وكل دوائر وليت مسيرة تقريبا من عين الخضراء إلى عين الريش وعين الملح ومجدل وسليم وسدي عامر وبن سرور. والآن أحتفظ بأسماء كثير من هذه العائلات التي عرفتها، وهي الآن أغلبها إطارات
إطارات يعني تخرجت دراسة دولة طبعا، وكنا نقوم ببعض الأعمال تقريبا بدائية، يعني كنا نضيبوا للطلبة شابي بريش وشابي وقال على درس، يعني معنا حتى وسائل، والحمد لله الحمد لله كان عندنا نشاطات، لعل من أهم النشاطات التي قمت بها أنا ذاك أول نادي على مستوى ولاية، نادي حفظ تعليم حفظ وتعليم القراءات القرآن الكريم ثم الحديث ثم المسرح، كنا قايمين بنشاطات كبيرة جدا ثقافية ورياضية. هذه في 83 84 من خريجي المدرسة، من خريجي ثانوية شهبيرة، أذكر دكتور الآن مع زوجته الدكتورة المخلطي الأخضر، أذكر سعدي عبد القادر أستاذ الشريعة، أذكر منيل عبد الرحمن مهندس معماري، أذكر شعيب بن حامد صيدلي، كل هؤلاء حفظ القرآن، أذكر محمد بوشنافة اللي كان مدير صنع الغاز، هؤلاء كانوا من حفظ القرآن، رغم أنهم تجدهم أطباء تجدهم مهندسين تجدهم يعني إطارات، يعني وفقوا بيننا. شيء آخر تجدهم حائزين على شهادة على حزام في المصارعة، يعني أبسطهم سنتر مرة، يعني أبسطهم، يعني كان عندنا مجموعة وكنا ندير النوادي ما شاء الله. وهذا الذي يبكيني ويحزنني الآن، الرياضة المدرسية والجمعية الثقافية الرياضية إهمال كلي، لا من المسؤولين ولا من الأساتذة المؤطرين إلا من رحم ربي ولا من الأولياء، رغم أنها هي الفضاء الحقيقي لبناء الشخصية الوطنية المتكاملة. صح. هذه الجمعية هي بمثابة جامع، جمعية ثقافية رياضية تجمع كل يعني من الجانب الفني والجمالي، من الجانب القيمي، من الجانب الأخلاقي، من الجانب العلمي، من الجانب الرياضي، من الجانب. ولذا نفتقر حينما نسمع كرة القدم نستورد اللاعبين وإن كانوا جزائريين من الخارج، وكأن ليس هناك، لماذا؟ لأن ليس هناك مزرعة للطاقات الشابة اللي هي كما تسمى قديما لا فيدراسيون ألجيريان دو سبور سكولير لا فاس، وكاين لا فاست سبور ترافاي، هذه الآن لا وجود لها، أين ذهبت؟ أدراج الرياح، لعل الأسباب كثيرة لا أريد أن أقف ولا أشخص لأن هذا يعود للمختصين، ولكن نواصل المسار، وصلنا إلى بن شبيب أستاذ فلسفة وفي نفس الوقت مكلف بالإدارة، مراقب عام وناظر وكل شيء ومكتبة، وكانت عندي فكرة في المكتبة حينما كنا لا نعتمد على العطاءات وهبات الدولة طبعا، كنا نريد أن ندير رسالة، كنت أطلب من الطلبة والأساتذة وكل من له مرجع في أي اختصاص كان فني أدبي علمي تقني رياضي حوليات ولو الخياطة والطرس، كنت أطلب من كل من الطلبة والأساتذة والأستاذات والعمال أن يعيرنا هذه المراجع مدة سنة ثم تعود إليه، كنت أضعها في مكتبة بشديرة ووضعت لها جناحا خاصا كتب، وطبعا ليس اي كتاب، كنا طبعا نقوم برقابه على الكتب التي قد تكون مغرضه وتكون فيها يعني اشياء مدسوسه او كذا، كنا نراقب، ولكن كنا نضعها في خدمه الطلبه في البحوث كذا، لم يكن لدينا لا انترنت ولا اي شيء، هذا هو الفضاء الانترنت عندنا قديما، يعني كان الامور يدويه، وكنا نشجع على المطالعه ونطلب الطلبه ان يقوموا ببحث بحوث بتخصيص كتب وكذا قبل أن تأتي هذه الإصلاحات التي هي الآن في يعني ما لاحظته عند كثير من الأساتذة لا يوجد أي اهتمام لا للإنتاج الفلسفي ولا للمشروع المشروع الفلسفي عند التدريس، عندنا هكذا نشاطات. الآن رأى الأستاذ المخير إذا دار دروس نظرية وبعد الفاصلة بعض الدروس التطبيقية الجدلية والإستقصائية والمقارنة، وحتى الإستقصاء بالرفع يقول لا ما يديروش الباك ما يديروش ما تقراش النص ما تقراهش ما يعطوش نقطة عليه لا بحاجة، هذا كذلك أستاذ المعلم متوسط متقاعد. قلت هذه الأشياء كنا لعلنا استشرفنا لعلنا استبقنا لعلنا أقول لعل السبب في ذلك كان هو أننا وضعنا لأنفسنا هدفا في الحياة. صح. الآن إذا كان الهدف هو المرتب والهدف هو مسابقة التوظيف من أجل المرتب وإضراب من أجل المرتب، إذا لم يكن الأستاذ أو الإنسان ليس الأستاذ فقط، يعني المفروض أي شخص يجب أن يكون له رسالة في الحياة، وإلا ما لعل هذا يختصر ثلاث أبعاد لوجود الإنسان أو للبشرية، قرأتها في كتاب
مقدمة في كتاب حتى كتاب نسيت الكتاب لكن له علاقة بالواقع. دكتور من الدكاترة الجزائريين يقول أن أظنه البوطي أو أحد الدكاترة الجزائريين ليس البوطي لا ليس البوطي البوطي كبرى اليابان الكونية له مقدمة في المنهجية قديمة كنا نعتمده في منهجية في منهج البحث العلمي عند مفكر الإسلام رمضان البوطي كبرى اليابان الكونية معرفة الخلق ووظيفة المخلوق. هذا كتاب رائع جدا خاصة 120 صفحة الأولى بدون دخول في تفاصيل أخرى يعني 120 صفحة الأولى كلها زبدة لمناهج البحث تدخل في الإبستيمولوجيا. لماذا كفر الغرب بالدين؟ لأنهم وصلوا إلى طريق مسدود. إذن وكان تحولهم تحول إيجابي نحو المنهج التجريبي. حتى اليهود قديما كانت أطروحتهم مشهورة نحن شعب الله المختار. حينما تنازلوا عن تفكيرهم العاطفي ومجدوا العقل وتركوا فكرة التفاضل بين الأمم وكذا الآن يحكمون العالم كله بدون اسم. سميهم ماسونية سميهم كما شئت ولكنهم يحكمون العالم كله من خلال مؤسساتهم حتى الكنيسة المسيحية يحكمونها حتى حركاتهم الإسلامية الآن يحكمونها بتوجيه غير مباشر. يعني كما قال سكينر أنا لا أعلم حصاني أنا لا أرغم حصاني على شرب الماء ولكن أعرضه للعطش فسيأتي راغي من يطلب الماء. علم النفس الكلاسيكي ثم علم النفس الإجرائي عند سكينر سعيسة هو يعني الفكرة الآن وهذا ما يسمى الآن بالربيع العربي في فكرة الفوضى الخلاقة يعني تخلق ظروف الانفجار لكي ينفجر المجتمع عن بعد لا تحتاج إلى جيوش ولا إلى طائرات ولا إلى صواريخ. يعني تزرع أفكارك بطريقة ذكية سلسة يتقبلها أي شخص وهي السم في العسل طبعا ثم تنفجر الفيروسات في كل عقول البشر وينادون بالفوضى ويقتلون أنفسهم بأيديهم يعني ويسمونها ربيع الانتحار العربي. اللي بينا خاصين أن ساعة نخرج الشيخ معليش ضروري وصلت طبعا في 1985 لين يكون هناك أساتذة التربية الإسلامية وكلف أساتذة الأدب وأساتذة الفلسفة بتدريس مادة الشريعة الإسلامية. فالحمد لله الآن ننظر إلى تلاميذ تعمرهم أساتذة الشريعة ودكاترة الشريعة. نحن الذين لم يكن لدينا تكوين قاعدي إلا ما تلقيناه في بعض التكوين يعني العصامي أو مع مجموعة من الإخوة تكون يعني هكذا في الحلقات أو في المطالعة الشخصية. وكلفنا بتدريس مادة التربية الإسلامية درسناها عن كفاءة وجدارة إلى أن أثمرت مجهوداتنا بتخرج الدفعات الأولى من جامعة عبد القادر وجامعة كذا وتولوا الوظيفة فيما بعد. إذن انظر كيف فعل أستاذ الفلسفة أستاذ الرياضة البدنية حينما يريد أن يؤدي وظيفة يؤديها. وذاك في ذاك الزمان كان يقول مفتش نسيت الاسم تاعه وهو من ناحية منطقة القبائل كان هو المشرف علينا في الدورة التكوينية كان يقول يا جماعة نحن بفطرتنا مسلمين وفي تكويننا في الجزائر العربية والإسلام طبعا لا يعني تنظروا إلى تكليفكم هذا أنه عقوبة أو كذا ستؤدون الوظيفة وسنساعدكم من ناحية بيداغوجية وكذا على توصيل الفكرة التي أنتم بصدد يعني حملها وهي مادة التربية الإسلامية التي كانت ساعة في الأسبوع ثم أصبحت ساعتين ثم عادت ساعة لبعض الأقسام ثم جميع الأقسام ثم تعرفون التجربة كيف تمت من 84-85 إلى 93-94 طبعا أرجعنا فيما بعد إلى الفلسفة طبعا كنت فلسفة أول شيء كنت أمارس يدرس مادة الفلسفة ومادة الشريعة الإسلامية كنت أؤدي 34 ساعة في الأسبوع. هل حجم ساعي كان معقولا؟ 34 ساعة في الأسبوع بالنسبة للأستاذ ثانوي مانيش بالابتدائي مانيش متوسط ولم نكن نطالب لا بساعات إضافية ولا بشيء آخر كنا نرى هذا واجبا وليس يعني وسيلة للاسترزاق. كنا نقوم بدروس نقدم دروس خصوصية كما تسمى الآن يعني دروس دعم بدون مقابل. العكس كنا ننظر إلى الفقير واليتيم ونحاول أن نساعده نبعث الحلاق نشيل كسوة العيد كأساتذة نجمعوا ونعطوا كسوة العيد للفقراء والمساكين. لا جمعية لا حزب لا ما عندناش الأفكار أصلا كنا نقوم بعمل آلي هكذا تطوعي في سبيل الله يعني إرضاء لله وإرضاء لضمير الأخلاقي والمهني.
قلت بعدها حتى 98 التسعينات طبعا الازمات وكذا. ثم تغيرت الى ثانويه سيدي عامر في 2003 2004 بعد الشهيره، ثم ثانويه الهامل جمال عبد الناصر 2005 وقدمت ملف تقاعد ودخلت مساعده في 2009 وواصلت مسار المهني ومطالبتي باحتساب السنوات التي ضاعت لي في العاصمة، لأنني كنت في العاصمة أقوم بتقديم ثلاث وظائف، كنت أستاذ رياضة بدنية إذا كنت مدرب في الفريق الجامعي، كنت طالب في الجامعة أدرس فلسفة، وكنت مستخلف أستاذ فرنسية متوسط في يوم أيام أستاذ رياضيات في المتوسط في باب الزوار. يعني هي غريبة يعني من وقت بالضبط؟ يعني هذه كانت في 81 82. أنت أول ما بديت تدريس يعني العمل أول مرة بدأت التدريس كمتربص في 6 أكتوبر 76 في عنابة، متقنة عنابة، يعني كما يسمون لي ستاج براتيك. وخرجت هذا العام؟ هذا السنة خرجت فقط. و30 أوت يعني مع بعض أنا خرجت؟ خرجنا مع بعض. أنت 41 سنة؟ 41 هي 40 سنة وثلاث ثلاثيات. يعني سما راك تسالهم دوكا ولا كيفاه؟ في النوتيفيكاسيون خرج تقريبا 118.08 نظن بالمئة، باعتبار خادم 100 نظن 63 او 169 نسيت ال يعني تريمستر كما يسمى. اللي تريمستر مطلوبين هو طبعا 2 سنة. انا اللي خادم تقريبا 4 سنة وثلاث ثلاثيات. 43 تريمستر. الحمد لله اعترفوا الاب بهذا الحق، والا كان المفروض نخرج قبل 26 سنه فقط، او لان 3 سنوات 4 سنوات في العاصمه رياضه لم تحتسب، الخدمه الوطنيه قديما لم تحتسب، ديتاشمون لم تحتسب، يعني كانت عندي سنوات الرياضه سنوات في سيدي منان، وجدت صعوبات لاستجمع تلك البيانات، يعني خاصه شهاده الاجر والعمل. العمل موجوده، محل التنصيب موجود، التعيين موجود، قرار التربص كل شيء موجود، ولكن كما يسمى المده الماجوره في سجلات المقتصدين لم نجدها، وبالتالي كنت معلق، ولكن في اخر لحظه وجدتها في الارشيف الاكاديمي في مدير الشباب والرياضه، واشكر كثيرا مدير الشباب والرياضه على المجهود اللي قاموا به في البحث عن الارشيف 77 78 79 حتى 80 سبتمبر 80 كلها رياضه بدنيه في الزمن. يعني لان كنا قبل هذه الملاحظه وهذا السبب اللي خرجني من الرياضه. كنا قديما تابعين لوزاره الشباب والرياضه كاطارات في الرياضه البدنيه، يعني من التصنيف المادي يعني في الليشر في 78 77 78 طبعا تم ادماجنا في وزاره التربيه، ووزاره التربيه كيف صنفونا؟ صنفونا كمساعدين تربويين، وطبعا هذا وجدت نفسي تكوين بكالوريا تكوين ثلاث سنتين ثم تربص في المعهد العالي كذا بعد ثلاث سنوات كانت ليسونس، كنا نصنف في السلم 11 يعني كمساعدين تربويين كمتعاقدين. لماذا؟ لان وزاره التربيه لم يكن لديها نظام او قانون داخلي، يعني ما يسمى الصف وزارة الشباب والرياضة كان عندنا صف، عارفين الصنف نتاعنا عارفين مرونا، أما وزارة التربية يعني تقدر تقول رمونا في سلة المهملات. وجدت نفسي مهملا، طلبت الانتداب إلى الـ ESTS، ذهبت الـ ESTS في أول دفعة، طبعا كنت من المستدعين هم استدعوني، درت المسابقة ودخلت، ولكن المشكلة ما هي؟ المشكلة أنا ما عنديش حق الانتداب لأني مش مترسم. وزارة التربية ما عندهاش مفتشين يرسموك كأستاذ رياضة. باش تقاضى مرتب تقاضى بورس كنت موظف. اذا الختام هذه بعض الصور التذكاريه ولا بعضها ايوه تكلمنا عليهم بالحاجه ربي يسترك باش تبدا لي. طبعا ابدا بهذه اول تسجيل لي في الجامعه كان في لا بيبليوتيكونومي علم اقتصاد المكتبات. كان المدير انذاك المدير محفوظ قداش رحمه الله اللي كان مدير جريدة لاجيرتوليتي كان لاجيرتوليتي تاع الشرق درسوا فيها تقريبا سداسي. لماذا اخترتها؟ اخترتها لانها كانت يعني كنت احب المطالعه وتوسيع الافق الفكري والثقافي. اذا اخترت هذه
ولكن عدت فيما بعد بالمناسبة كنت أتحايل على القانون، أدرس في الجامعة بيوتيكونومي وأدرس في السياسة وأدرس في بوسعد فلا وزير منه، فشلت في التوفيق من هذه التجاذبات الثلاثة، وذلك عدت فيما بعد في تلاحظون هنا ثمانينات عدت إلى الجامعة وسجلت فلسفة هذا العلوم الاجتماعية 88 كنت في السنة أولى كملت هذا السنة أولى نظرة وسنة ثانية جامعة، وطبعا عبقال اجتماعي أنا لاحظ أول أكتوبر 76 كالإخراطات عندنا طبعا هذه بطاقة تاع تأهيل رئيس مركز انتخابات في مدرسة سعيد حيداني هنا الانتخابات الرئاسية الأولى، هذا حينما كان يقال من الصندوق إلى الصندوق طبعا كانوا يزجوا بنا في الانتخابات، أما الآن فلا ينظر إلينا قديما حينما كانت الانتخابات لها ثمن وهو ثمن الدم كانت الناس طبعا لا أحد يذهب إلى الله، إذن هناك كان الثمن هو إما القبر وإما وإما السجن، أما الآن فهي مرتبات مغرية وإشكارة وكولسة طبعا الآن قل ما شئت أن تقول كل هذا جائز، طبعا هذه بعد تخرجي من الخدمة الوطنية هذه نعم يعني بعد ما خرجت من الخدمة الوطنية طبعا أديت الخدمة الوطنية كلها في تكوين خاص تكوين خاص زيد بكا كلمة نقدر نقولوا أخيرا الأساتذة أون جينيرال والأساتذة الفلسفة الخصوص أساتذة أون جينيرال أقولها للبشرية جميعا يعني لأن الفيلسوف يخاطب العقل البشري يخاطب لا يخاطب فئة معينة لأن العقل يخاطب العقل الحقيقة أن الإنسان إذا لم يكن له رسالة في الحياة فليضع نفسه في متحف الكائنات النادرة يعني مع الديناصورات القديمة أو مع الحجارة أو الآثار ثم أنت لا تؤمن بالتقاعد أنا لا أؤمن بالتقاعد صحيح هذه فكرة زينة التقاعد معناها موت قاعد التقاعد يساوي موت قاعد صحيح ونحن عندنا في ثقافتنا الجزائرية يعني موت واقف دورية نحو الشرق والله اسمه الفيلم هذا تحسن عليك ويلات يعني موت واقف في الموت موت موت واقف أحسن، وأذكر جيدا أن الوالد رحمه الله مات واقفا حينما حضرت الوفاة كان جالسا وقف وقال جاوني أنا من جاو وقف يعني أتى بالشهادة كاملة ثم وقع جاثيم ركبتيه يعني أتمنى أن يكون متواقف يعني ما تواقف ونتمنى كذلك أنه متواقف إن شاء الله وكان ماذا كل الأساتذة تاع الفلسفة الأساتذة أظن أن الرسالة للأستاذ يجب أن يتخلص الأستاذ لا أقول من بعده المادي يعني كنت قد يعني مررت على فكرة أريد أن أفتح يعني قوس حتى أنساه كتاب الذي ذكرناه ولم أذكر الفكرة خرجنا إلى رمضان البرطي هو مش رمضان البرطي قال لك إن البشرية بحثت عن ثلاث أبعاد الإنسان كائن ذو ثلاث أبعاد البعد الوجودي لا ديمونسيون إيسونسيال إيسونسيال يعني يبحث الوجود وقد حققها العقل البشري باكتشاف المنهج التجريبي فيسر الحياة وفعلا ثورة المنهج التجريبي أدت إلى ثورة في الحياة ثم البعد الوظيفي وقد وصل إليه الإنسان خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ميثاق الأمم المتحدة عصبة الأمم ثم ميثاق الأمم المتحدة وأصبح الآن حتى للحيوانات قوانين يعني أصبح الإنسان يبحث عن وظيفة في حياته وفعلا ارتقى الإنسان إلى العلوم الإنسانية والإدارية والقانونية وكذا ووصل إلى وضع حقوق لكثير من الأصناف البشرية بل حتى الحيوانات بل حتى الطبيعة العالمية المحافظة على البيئة وكذا هذا البعد الوظيفي وهذا بفضل العلم بفضل العلم البعد الوجودي أخضع الطبيعة لخدمته البعد الوظيفي بحث عن وظيفة كل شيء في الحياة لكن ما لم يجده الإنسان هو البعد الغائي لماذا هذا كله؟ نحن عندنا في الإسلام غاية من أجلها نعيش هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولذلك جاءت الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
قول إن صلاتي ونسكي لله، هل يعقل أن يصلي الإنسان لغير الله؟ لا، إذن سهل باش نطبق الآية. وهل يعقل أن يقوم الإنسان بنسك تقديم نسك لغير الله؟ لا، وإلا كان مشركا. ولكن كيف يمكن تطبيق الآية حياتي ومماتي لله؟ هذه مفهوم العبادة بمفهوم البراغماتي كما يسموه الغربي، مفهوم الواقعي، مفهوم العملي، وليس المفهوم النظري. بمعنى أن تجعل كل حياتك، سواء تربصك، سواء تكوينك، سواء تقاعدك، سواء بعد تقاعد، كله من أجل غاية تعيشها، من أجل وظيفة طبعا. وما أكثر الفرص للحياة، الناس سمعت عالم العلماء يقول لو يموت الدلفين، حوت سمك الدلفين، فسأنتحر. لماذا؟ لأن اختصاصي هو في هذا الجانب، في هذا العلم، يعني قال إذا مات الدلفين ما أي وظيفة لي. يعني الناس وجدوا لأنفسهم وظائف، ما بالك في عالم عربي إسلامي متخلف متشتت متمزق متصارع متضارب، يعجز الإنسان المثقف أن يجد لنفسه موقع قدم فيه، لا يجد لنفسه وظيفة يقوم بها. قم بتعليم اللغة العربية وظيفة، قم بتعليم الرياضات التقليدية الحد والكذا وظيفة فنية، اجمع الآثار وظيفة، ازرع أشجار وظيفة. يعني سبحان الله، ألف، ادرس، اطلع، ترجم، افعل أي شيء. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، اذكر الرسول قبل أن يبعث كان يتحنث. ماذا يتحنث في غار حراء؟ كان يفكر يتأمل. ولذلك جاء في الأثر تدبر ساعة خير من قيام ليلة، تدبر ساعة تفكر، تدبر ساعة خير من قيام ليلة. فلو أننا نبحث على الأقل فكر، ثم أنا والله يتأسف حينما نسمع الآية هذه أو نسمع الأثر ونسمع هذه يقول الفلسفة وش نديروا بها شيخ، احنا أصحاب الفلسفة نقعد نهضروا بالدافع. يعني والله عيب 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 أن يموت الفكر في الإنسان وتموت إرادة. وهذا أسمى ما في الإنسان، أسمى ما في الإنسان الفكر والإرادة. أما العمل فقد تحسن العمل وقد لا تحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والإسلام ولم يخرج من شبه الجزيرة العربية، ولكن ما زرعه في نفوس الجيل الأول الرعيل الأول من الصحابة أوصل الإسلام ما وراء البحر وما وراء النهر. سبحان الله، هذه رسالتي لنفسي حتى لا أتقاعس وحتى لا أفشل، ولإخواني ولجميع البشر إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك بركة.